أطلق اسمه على برنامج تكنولوجي في جامعة كلارك الأمريكية. وكالة ناسا أطلقت اسمه على جبال في كوكب بلوتو، لقب بسترابون العرب نسبة للجغرافي الإغريقي سترابون، صنع أول كرة أرضية من الفضة. الإدريسي أبو الجغرافيا، من هو وكيف غير وجه العالم؟ هو أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي الهاشمي القرشي القرطبي الحسني السبتي. نسبه يعود إلى الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في مدينة سبتة في المغرب عام 493 للهجرة، 1100 للميلاد. المشهور عنه اشتغاله بعلم الجغرافيا، ولكنه كان عالماً في التاريخ والشعر والأدب والنباتات. درس الطب والفلسفة والفلك والنجوم والرياضيات، وتلقى العلم الديني في سبتة، ثم انتقل إلى قرطبة في الأندلس ليكمل تعليمه. قام بأول رحلة في عمر 15 عاماً، سافر إلى مصر والشام والحجاز، كما توجه إلى فرنسا وبريطانيا، ووصف الغابات البريطانية وصفاً دقيقاً. تجول في شمال إفريقيا والأندلس، وسافر إلى أوروبا وآسيا الصغرى. استطاع الإدريسي من خلال أسفاره أن يضع خريطة للعالم، كانت خرائطه بمثابة المفتاح لجغرافيا الأرض. تلقى دعوة من ملك صقلية روجر الثاني، فألف له كتاباً يصف جغرافية الأرض، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. شكل فريقاً لرسم الخرائط، وفريقاً آخر يطوف العالم ويعود بمعلومات يسجلها مع ما جمعه بنفسه، فضلاً عن المعلومات التي قرأها في المؤلفات القديمة، فغير من خلال ذلك جغرافية العالم. وضع أساساً جديداً أهله ليكون رائد الجغرافيين، حتى أنه صنع كرة أرضية كاملة من الفضة، وحدد منابع مياه النيل وفروعه، فصحح أسطورة باتليبوس عن أن نهر النيل يأتي من تلة في القمر، كما استخدم خطوط العرض ليشرح فصول السنة واختلافها بين الدول. إنجازاته جعلت دائرة المعارف الفرنسية تقول عنه: إن مصنف الإدريسي هو أوفى كتاب جغرافي تركه لنا العرب، وإن ما يحتويه من تحديد للمسافات والوصف الدقيق يجعله أعظم وثيقة علمية جغرافية. ومن مؤلفاته أيضاً روض الأنس ونزهة النفس، الممالك والمسالك، الجامع لصفات أشتات النباتات، أنس المهج وروض الفرج. توفي الإدريسي بعد أن أثبت للبشرية كروية الأرض وأنها جاذبة لما عليها مثل المغناطيس بالنسبة للحديد، كما قال. ليس معلوماً مكان موته في سبتة أو صقلية. كانت وفاته عام 559 للهجرة، 1166 للميلاد. الإدريسي أبو الجغرافيا محدد ملامح الأرض، كان رمزاً ترك أثراً تستفيد منه البشرية حتى اليوم.